الإنسانية على الأرض، والحديث عن شح المياه وتدهور نوعيتها في العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للنمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي والزراعي في المناطق الجافة حول العالم أدى إلى وجود إجماع عالمي على ضرورة التحرك السريع لضرب الموارد المائية بطريقة مستدامة وكفء، وأن يكون بمقدور العالم التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحة للجميع ومدن صالحة للعيش فيها وأمن غذائي وأمن طاقة وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي وأنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدار بها التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها المائية. وتعاني دول العالم النامي وخاصة أفريقيا من الفقر ونقص في معدلات التنمية وتدهور حالة الأحواض المائية ونوعية المياه ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، وذلك لعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيا حديثة ومعرفة. وطبعا ده بيؤدي إلى إن احنا تكلفة أي حاجة بنستوردها مشروعات تكنولوجيا علم بتبقى تكلفتها عالية جدا، لأن احنا في أفريقيا وفي الدول النامية ما بيبقاش في قدرة كافية على البحث العلمي وتوليد التكنولوجيا المناسبة لاستخداماتها. السيدات والسادة الحضور، إن التحديات قطاع المياه بمصر تتشابه مع مثيلتها من التحديات التي تواجه معظم دول العالم، خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعاني معظمها من ندرة المياه أو تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير، وكذلك موقعها الجغرافي كمصبات الأنهار، مما يؤدي إلى ضغط على مواردها المائية لأنها تأتي من خارج الحدود. كما تضمن الأسبوع أعمال المؤتمر الغذائي الثالث لائتلاف التوابل، والذي يعتبر أول اتحاد دولي بين الحكومات للتعاون مع الإدارة المتكاملة لمناطق التلتوات ومصبات الأنهار حول العالم، ويتكون الاتحاد من 13 دولة تشمل الأرجنتين، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، فرنسا، إندونيسيا، اليابان، موزمبيق، ميانمار، هولندا، الفلبين، جنوب كوريا، فيتنام.